أهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تعمير. الحلقة اللي فاتت كنا حضرنا مع حضراتكم حفل افتتاح ليفكوم أوردز اللي اتنظم على هامش المنتدى الحضري العالمي من يوم 4 ل 8 نوفمبر. النهاردة هنشوف مع حضراتكم حفل الختام وتوزيع الجوائز، وهنشوف كمان العاصمة الإدارية يعني كسبت كام جايزة أو حصلت على كام جايزة. تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية، خليكم معانا. بعد ما شفنا مع حضراتكم مشاهدينا الجايزة، حبينا ان احنا نتكلم دلوقتي مع دكتور احمد عاطف، عميد كلية الهندسة بالجامعة الكندية CIC وعضو كمان لجنة تحكيم ليفكوم. اهلا بحضرتك دكتور، وسعداء جدا ان حضرتك معانا النهاردة. اهلا بحضراتكم، تشرفنا بيكم. اكيد يعني انا عايزة اتكلم مع حضرتك في البداية بقى، احنا 4 ايام فعاليات ليفكوم. تمام، احكي لنا عن الفعاليات كانت عاملة ازاي. الفعاليات الحقيقة كانت بوزيتيف جدا، وخلينا نقول ان هي جاية برا للووف وربن اربن فورم. صحيح. وبالتالي فلا الاقبال ما كانش مقضي، فده كان شيء محترم. يبدو ان هو اسبوع ثقافي عمراني جميل على مصر يا رب ان شاء الله. كان الاقبال كبير جدا جدا، القاعات كلها كانت مليانة باحثين وناس من برا مصر، ومليانة كمان من أودينس عاديين، ودي حاجة، وطلبة طبعا. فده كان نقطة إيجابية جدا في العرض. ردود أفعال الضيوف كانت عاملة زي خلال الفعاليات الـ4 أيام كمان والمنتدى الحضري. حضرتك أكيد قابلت ناس كتير وتكلمت معاهم، خصوصا أن النهاردة ده مصر بتستضيفه. يعني مظبوط، ردود الأفعال كلها خلينا نقول معظمها عشان نكون إيجابيين إيجابية جدا، لأن مش كتير واخدين فكرة عن مصر عن المستوى الحضاري اللي وصلنا له. فبس التعليق الأكبر إنهم فوجئوا بهذا المستوى من العمران، سواء كان كما أو كيفا. وده كان واضح في المناقشات، وواضح في المقارنات بين المشروعات بينها وبين بعض. فالمشروعات اللي مصر تقدمت بيها لم تقارن بالمشروعات اللي الدول التانية تقدمت بيها، يمكن أشرحها لاحقا. ودي كانت حاجة طبعا حلوة جدا لينا، قمة الإيجابية، لسبب احنا عارفين طبعا شركة العاصمة متقدمة بالمشروع الكبير العاصمة الإدارية الجديدة. وبالتالي كان أول سؤال ويتسأل ليا جنبي، هي أحمد دي من كام سنة؟ احنا ابتدينا في الفكرة من 8 سنين، ابتدينا ننفذ من 6 سنين، وما صدقوش الكلام ده إلا لما كان في تور بالنهار و داخل العاصمة الإدارية الجديدة. فهو شاف البرزنتيشن، والتيم المحكمين شافوا البرزنتيشن، محدش، ولكن على الحقيقة مختلفة تماما. تفرق جدا، وده رفع أسهم المسابقة جدا جدا. فبقت شركة العاصمة بالمسابقة بتاعتها أو بالمشروع بتاعها في اتجاه، وبقية المشاريع في اتجاه. أنا لا أقارن بقية المشاريع، مشروعات عملاق، بس upgrading أو تطوير لمدينة صغيرة، تطوير لبعض مشاكل بيئية، بعض مشاكل، إنما إنشاء مدينة from scratch بناء على أسس بيئية ومستدامة، ودي أسس المسابقة والمؤتمر بصفة عامة، فكان شيء إيجابي جدا جدا. شركة العاصمة كانت بتنافس على 3 جوائز في المؤتمر، لو حضرتك تكلمني عنه. الـ3 جوائز ترتيبا من الأعم والأشمل والأكبر اللي هو مشروع العاصمة نفسه، ثم الأقل تركيزا أو مباني الحي الحكومي، وده كنا داخلين فيه كبروجكت مش كمدينة، وأخيرا التكنولوجي المستخدمة في العاصمة. وبالتالي دول 3 جوائز من الأكبر فالوسط فالأقل، مش أقل، مش إقلالا منها، بس حجما وعدد سكانا وتكلفة وهكذا. فكان دي معايير التقييم.
كان في معايير محددة يا فندم، ودي احنا بالفعل حققناها داخل العاصمة الإدارية؟ يعني مش عايز أبالغ لو قلت بنسبة 100%، لأن كانت المعايير محددة وواضحة للجميع، لجميع الكومبيتيتورز من قبل ما، أو المتنافسين من قبل ما يدخلوا من سنة، متحدد معايير الاستدامة، البيئة، وخدمات الطاقات المتجددة، كلها معايير مرتبطة بما هو حديث العالم حاليا. كل بند من بنود المسابقات الثلاثة اللي اتخذ بيها شركة العاصمة كانت ملتزمة بيها، لأن أساس شركة العاصمة أو العاصمة الجديدة إنها كانت مدينة ذكية سمارت، خضراء مستدامة. فكانت المعايير دي ما كانش في صعوبة إن احنا نحكم وتاخد، يعني مش عايز أقول بس أرقام، بس تقريبا فول مارك في كل أو في معظم النقاط. طيب يا فندم، ردود أفعال الدول المنافسة كانت إيه على مشروع العاصمة الإدارية؟ هما الحقيقة كانوا مبهورين بكم الإنجاز وكم الالتزام بالمعايير البيئية اللي اتعملت، لأن كل واحد بيتفرج وغصب عنه هو بيقارن، طب أنا مشروعي كان عامل إيه؟ فالمشروعات عندهم مستدامة وعاملين، بس كل واحد في قطاع صغير، مرة قطاع النقل، مرة قطاع التكنولوجي، مرة قطاع المناطق، قطاعات مختلفة وسط البلد عندهم، فمشروعات محدودة وقطاعات مختلفة. صحيح. أنا بهني حضرتك على حفل الاختتام، ويكونوا سعداء الحقيقة وإحنا بنشوف الفعاليات ما بين الدول المختلفة، وحاجة عظيمة جدا يعني طليق بينا وبالعاصمة الإدارية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا ليكم. وكلمة أخيرة، إن ودي حقيقة حصلة، إن قد أكون أنا وزمايلي المصريين في أصعب وقت إن بحكم مشروع لبلدي، وأنا مصري وللأمانة طلبت منهم إن أنا أحيد صوتي، بس هم رفضوا، قالوا أنت واحد وأنت لازم تبقى سبجكتيف، وبالفعل قلت رأيي بما يرضي الله، والحمد لله إنهم استحقوا ما سعوا إليه. وألف ألف مبروك. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. ومكملين مع حضراتكم، وهنعرف أكتر عن الجوائز اللي كسبتها النهاردة العاصمة الإدارية في اللافكوم. هنتكلم دلوقتي مع المهندس علي بدوي، رئيس القسم المعماري في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضراتكم جميعا. حابة أسألك في البداية سؤال، يعني إيه الدافع اللي خلى شركة العاصمة الإدارية النهاردة تشارك في المسابقات بتاعت لافكوم؟ خلينا نرجع كده من 2016، بداية من 2016، فكرة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. فكرة إنشاء مشروع العاصمة كان إن إحنا عايزين نعمل مشروع عاصمة ذكية مستدامة خضراء. والحمد لله من بعد ما الفكرة اتصغت كويس ابتدينا نشتغل عليها، وفترة زمنية الحمد لله في خلال 8 سنين قدرنا نوصل لإن الحلم بقى حقيقة. صحيح. العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي واقع، نقدر ان احنا ننزل يعني ناخد جولة في العاصمة الإدارية، في حي حكومي، في 50,000 موظف بيشتغلوا في العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي في الحي الحكومي، في حوالي 2000 ساكن موجودين في الحي السكني R3، المواصلات العامة شغالة، LRT، المونوريل ان شاء الله هيشتغل خلال أسابيع أو شهر، الأوتوبيسات اللي بتعمل بالطاقة النظيفة، التاكسيات اللي بتتحرك بالكهرباء. احنا لقينا ان العاصمه الاداريه الجديده بقت واقع ملموس. صحيح. فلما عرفنا ان في مسابقه بتتكلم عن المدن المستدامه القابله للعيش، وهي مسابقه عالميه، طبعا احنا حبينا نشارك فيها. قبل ما يكون مكسب لينا كشركه عاصمه، هو مكسب لبلدنا كلها، يعني الحمد لله، لأن المسابقة دي بيبقى داخلها دول العالم كلها. فيها أكتر، فاحنا النهاردة بنعرض المدينة بتاعتنا قدام العالم كله. بالضبط. ده كان هدفنا في الشركة. احنا إدارة الشركة يعني أصرت ان احنا ندخل في جميع الكاتيجوريز اللي موجودة بتاعت المسابقة، وده الحق بفضل الله، يعني ده لأن كان المشروع بتاع العاصمة الإدارية الجديدة عنده ما يؤهله وما يميزه ان هو يتفوق في جميع العناصر بتاعت المسابقات اللي موجودة. صحيح. طيب ايه المسابقات اللي احنا شاركنا فيها؟
تمام. المسابقة عامة هي كان فيها ثلاث عناصر رئيسية في هول سيتي أورد، ده بيتكلم عن المدينة كلها وليها عناصر تقييم. في رقم اتنين كان في حاجة اسمها بروجكت أورد، ده كان نقدر نتقدم بيه بمشروع معين في كريتيريا نقدر في تقييم على أساسها. المسابقة الثالثة التكنولوجي أورد، دي برضو بتتكلم عن السمارت سيتيز. أنا ممكن أكلم حضرتك عن الهول سيتي أورد والبروجكت أورد، إحنا قدمنا فيهم الاتنين بيبقى فيهم ست معايير أساسيين للتقييم. مش هطول عليك، هو باختصار بيتكلم عن عناصر اللاندسكيب، إحياء التراث القديم بتاع البلد اللي إحنا بنتقدم بيها باسم مصر، في بنتكلم عن الحياة الصحية بتاعة المواطن أو الزائر، بنتكلم عن الاستدامة ومعايير العمارة الخضراء والبناء المستدام داخل العاصمة، بنتكلم عن سبل إدارة المدينة ازاي بتتم بطريقة مستدامة، والحمد لله احنا كان يعني عندنا ما يؤهل العاصمة انها تدخل بقوة وتشارك بقوة في هذه المجالات. فالمشروع بتاع هول سيتي أورد احنا دخلنا بعنوان العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية خضراء مستدامة. صحيح. عملنا الملف بتاع المسابقة دي أو المشروع ده وعملنا البرزنتيشن بتاعه، دخلنا قدمنا في من ضمن أكتر من 100 دولة دخلوا مشاركين، اتأهل منهم 30 فقط كنا منهم، والحمد لله الثلاث مشاريع بتوعنا اللي دخلنا بيهم اتأهلوا والحمد لله كسبنا الثلاث جوائز الحمد لله. بالنسبة لهول سيتي أورد احنا دخلنا قدام لجنة تقييم على مستوى فني عالي جدا من برا مصر وجوه مصر، وكانوا مشاركين قبل كده في المسابقة بتاعت ليفكوم. ابتدينا نشرح الكريتيريا اللي على أساسها اتبنت ليه العاصمة، ايه المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده وابتدينا نحلها. حطينا ستة كريتيريا اللي هم كانوا محددينهم واتكلمنا فيهم بوضوح جدا ايه اللي اتعمل وايه اللي تم انجازه، وكل حاجة من العناصر الستة اللي موجودة دي ايه الواقع اللي ملموس ليها دلوقتي. الجوري اللي كان موجود في ليفكوم هنا بعد ما تناقشنا معاهم هم حبوا ان هم ينزلوا يشوفوا العاصمة الإدارية الجديدة بنفسهم، لان هو اللي سمعوه في وقت الشرح او العرض بتاع المشروع كان الحمد لله الحمد لله، كان مبهر يعني كان مبهر بالنسبة لهم، والناس كانت حابة تشوف الموضوع ده على ارض الواقع ازاي احنا قدرنا ننفذه في خلال 7 أو 8 سنوات بس، والحمد لله نزلوا شافوا الحاجة بعينيهم. يعني هو ما كانش موجود بس مش مجرد برزنتيشن، ناس نزلت لقوا ان في حياة، في حي حكومي، في حوالي 50,000 موظف بيبقوا شغالين، في مواصلات عامة موجودة، في سكن، في مدارس شغالة، في جامعات شغالة. فده كان نقطة قوة الحمد لله للمشروع الاولاني بتاع إن المدينة بالفعل شغالة، المدينة بالفعل شغالة، وده كان عنصر اساسي من العناصر اللي لازم بنقيم عليها انها مدينة مستدامة قابلة للحياة. صحيح. مش فقط انها مدينة ولسه ما فيهاش حياة، لا الحمد لله احنا في المدينة شغالة دلوقتي ونقدر في أي وقت نزور ان شاء الله باذن الله. الف مبروك يا باشمهندس، واحنا سعداء كمان ان احنا بنشوف الجوائز دي بتحصل عليها العاصمة الإدارية الجديدة، وطبعا تستحق، وبشكرك شكرا جزيلا. انا متشكر لحضرتك جدا وبشكر حضراتكم جميعا، وزي كل لقاء بيبقى لينا في الختام بأكد على السادة المشاهدين العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية خضراء مستدامة قابلة للحياة، وحلم أصبح حقيقة دلوقتي، وبدعوكم أن أنتوا تيجوا تزوروا العاصمة الإدارية الجديدة، وفي شتى سبل المواصلات الموجودة نقدر أن احنا نوصل من أي منطقة خلال في جمهورية مصر العربية للمشروع إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. من حفل ختام الليفكوم حبينا ان احنا نتكلم مع المهندسة رونالد شايل، مهندسة تخطيط عمراني في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. باشمهندسة مساء الخير. مساء النور. اهم حاجة بقى الشباب، يعني احنا لما نتكلم على مدن ذكية وخضراء واستدامة، كل الحاجات دي يعني الشباب هي اللي بتحققها الفترة دي. تكلميني عن الليفكوم النهاردة، انتوا كنتوا مشاركين خدتوا جايزة، طبعا كل ده احنا نقلناه للمشاهدين ولكن حابين نسمع منك. برحب بيكي ومبسوطة ان احنا حصلنا على الجائزة النهاردة. طبعا انا وفريق العمل عملنا شغل كتير جدا وكبير قوي. الموضوع ابتدى ان احنا كنا شايفين ايه الكرايتيريا عشان نقدم للمسابقة، ابتدينا نشتغل على كل واحدة فيهم من الستة.
قدرنا يعني ست معايير بالظبط كده. اشرحي لنا ايه هم الست معايير اللي النهارده احنا كنا يعني داخلين بيهم في جوائز وكسبنا الحمد لله. اوكي، كان لو ازاي بنحسن المسطحات الخضراء، النسب بتاعتها قد ايه بالنسبه للفرد. طبعا احنا الحمد لله في العاصمه نسبه المسطح الاخضر لكل واحد 15 متر سكوير نسبته، بلس احنا عندنا الجرين ريفر اللي قادر يكونكت المين سباين بتاع العاصمه كلها بالريزيدنشال ديستريكت الموجوده. فده طبعا كان مبهر قوي للجوري انه ازاي احنا قدرنا. الموضوع ابتدى الاول بان احنا عملنا الدوكيومنتيشن، سلمنا الوورد دوكيومنت وكل الحاجات اللي كانت مطلوبه، ذن اتعمل عليها يعني ريفاينيشن، والحمد لله اتاهلنا ان احنا نخش. ذن جينا في البرزنتيشن قدام الجوري وادينا وعملنا فيديو وقدمنا كل شيء. الست معايير كانت اللي هو تحسين اللاندسكيب، ازاي بنقدر نحيي تراث الموجود بتاع كايرو. الترانسبورتيشن، ازاي هنحسن الترانسبورتيشن، ازاي بنهتم بالكواليتي لايف ستايل بتاعه البني ادم، ازاي نحقق له الانفايرمنت بتاعه. الترانسبورتيشن بقى كان من المين حاجات كويسه اللي عندنا في العاصمه، ان احنا طبعا زي ما انت عارفه عندنا مونوريل والال ار تي ووسائل المواصلات الخضراء اللي احنا بنحاول ان احنا نهتم بيها. صحيح. طيب انا عايزه ارجع معاكي يا باشمهندسه شويه لورا تاني، يعني تشرحي لنا هو اللافكوم عباره عن ايه؟ هي مسابقه عالميه للسمارت ليفبل كوميونيتيز، بتفوكس قوي انه حياه الشخص اللي عايش في المدينه دي ازاي هيطبق حاجات سمارت وانفايرمنت كويس ليه. فكان المين كومبوننت اوف الريكويرمنتس بتاعت المسابقه انه ازاي الناس اللي هتتنقل للعاصمه الاداريه هتحظى بان هي يكون عندها فول فاسيليتيز، فول كل حاجه، يعني مثلا زي المدينه الرياضيه، مدينه الفنون والثقافه، النهر الاخضر صحيح. كل شيء، الحي الحكومي، واحنا بنشتغل اوريدي هناك، فاحنا عايزين نسكن هناك عشان شايفينها مدينه، وابتدينا ان احنا نصلح كل الغلطات اللي قبل كده في كبلاننج وايز. ايه اكتر حاجه تفوقتوا فيها خلال المسابقه؟ السستينبل بلاننج ده كان السكس كرايتيريا اخر واحد ميلي، ده اوريدي الحمد لله النهارده خدنا جايزه عليه، انه احنا كنا من المدينه الوحيده اللي حققته بتفوق الحمد لله. وده بيشجعنا جدا انه ازاي في المراحل الثانيه اللي هو الثالثه والرابعه للعاصمه التخطيط بتاعها ازاي احنا ماشيين على الرايت تراك ليها. الف مبروك، وان شاء الله دايما نحضر معاكم كل الجوائز، واعتقد الحقيقه يعني العاصمه الاداريه الجديده تستحق. بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي ليكي. ميرسي. بشكرك. نكمل مع حضراتكم وهنعرف دلوقتي أكتر عن الجوائز، وهتكلم مع المهندس محمود نصر مدير إدارة البنية التحتية الذكية. أهلا يا باشمهندس. أهلا سعيد بحضرتك. أولا ألف مبروك على الجائزة خلال الليفكوم. أهلا بيرفع حضرتك. لو تكلمت معاك هتشرح لنا بقى، أنتوا الجائزة اللي أنت اشتغلت عليها كانت بتاعة قطاع التكنولوجيا صح كده؟ احكي لنا اشتغلتوا عليها ازاي؟ هي الجائزة دي كانت الجائزة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في العاصمة. هي ليفكم محدد كرايتيريز وتشالنجز، يعني ايه اللي تشالنجز، ايه التحديات اللي موجوده اللي احنا بنعالجها في العاصمه، ومحدد بنود زي انواع التكنولوجيا الحديثه المستخدمه زي شبكات انترنت الاشياء، اداره الطاقه الذكي، استخدام الذكاء الصناعي في اداره المدينه. احنا اشتغلنا كان في خمس معايير. احنا خدنا المعايير، احنا طبقناها ازاي؟ احنا مطبقين، يعني لان ان احنا مطبقين كل المعايير دي في العاصمه، احنا بدانا نشتغل عليها ايه التحديات اللي موجوده اللي احنا بنواجهها حاليا، فاحنا قدرنا ان احنا نحلها في العاصمه باستخدام التكنولوجيا، لان احنا دايما بنعتبر التكنولوجيا ده حل، يعني صحيح. خدمه بنقدمها بتحل مشكله محدده. كانت من الحاجات المهمه عندنا اللي هي معالجه الاهدار في الطاقه، سواء في الكهرباء او في الميه بالذات بالاخص، وازاي احنا في العاصمه الاداريه مستخدمين تكنولوجيات قدرت ان هي تقلل الفقد وتراقب منظومه التلاعب في العدادات وكده من خلال استخدام العدادات الذكيه واستخدام منظومات اللي هي
استخدام الذكاء الصناعي في تحليل البيانات ان احنا نتاكد ان ما فيش اي سرقات حصلت او لو في تسريب حصل ازاي بنكتشفه لحظيا ونريبورت ونبعت حد ان هو يصلحه عنصر من عندنا يصلحه. احنا اشتغلنا في تقديم على الجائزه من المعايير دي. اشتغلت على المعايير دي في قد ايه يا باشمهندس؟ يعني حوالي 3 اسابيع من ساعه ما اعلن ان احنا هنشارك. يعني اشتغلنا عليها ان احنا ازاي هنشوف اللي احنا عملناه ازاي بيفت. هما كانوا طالبين كمان ان انا كل حاجه نكتبها نقدم عليها دليل او تقرير مثلا حتى المشاكل والمعوقات نقدم التقارير اللي بتثبت ان ده معوق في مصر ونقدم تقارير تانية من الانظمه اللي احنا عملناها في العاصمه ازاي المشكله دي اتحلت. يعني نقدم برهان ازاي حلينا المشكله دي باستخدام التكنولوجيا في العاصمه. فاحنا اشتغلنا على الكلام ده لان احنا يعني بالفعل بدانا يعني نفعل الحاجات دي في العاصمه فكان سهل علينا ان احنا نجمع البيانات. هي بس فكره الوقت كان قصير ان احنا نجمع البيانات دي كلها. ايه اللي بيميز مشروع العاصمه عن بقيه المشاريع المنافسه داخل المسابقه؟ احنا عندنا مراكز البيانات الخاصه بينا في العاصمه فالبيانات بتبقى بتاعتنا بنحافظ عليها وسريه البيانات وسريه المعلومات كل ده خاص بالعاصمة الإدارية. فبنقدر نعمل تحليل البيانات اللي احنا عاوزينه بنقدر نستخدم تقارير من الذكاء الصناعي على الأعطال وازاي نوفر في الطاقة أزيد. يعني حاجة زي مشروع الحي الحكومي احنا بنشغل عليه ترند ازاي نقلل استخدام الطاقة اللي فيه ازاي نراقب الفقد اللي حصل فيه ازاي نحسن الجودة بتاعت إدارة المباني. باشمهندس ألف مبروك على الجائزة مرة تانية وإن شاء الله دايما نشوف العاصمة الإدارية في تقدم إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. على هامش المنتدى الحضري كان في مذكرة تفاهم وقعتها شركة العاصمة الإدارية مع دولة مدغشقر عشان تستفيد الدول الأفريقية الشقيقة بخبرتنا في بناء عاصمة إدارية عندهم. وخليني كمان أقول لحضراتكم إن دي مش أول مرة دولة أفريقية تطلب من مصر إنها تساعدها في بناء عاصمة إدارية جديدة ليهم، وده لأن العاصمة الإدارية الجديدة فعلا بقت نموذج كل الدول هتشتغل عليه الفترة اللي جاية علشان خلينا نقول تعمل عاصمة إدارية جديدة زينا. تعالوا بينا نشوف مصر هتعمل إيه في مدغشقر ونشوف كمان تفاصيل التعاون بينهم ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. Nous sommes venus ici en Égypte pour renforcer nos relations avec la CUD parce que nous avons un processus similaire à Madagascar et l'expérience de l'Égypte qui est déjà en avance par rapport à nous dans le développement de la nouvelle capitale administrative nous intéresse. Et nous sommes ici pour signer une coopération entre les deux pays à travers la CUD et mon département qui est en charge de la nouvelle ville à Madagascar pour développer nos projets à Madagascar et voir comment la CUD nous aide sur le plan technique et surtout sur la mobilisation des partenaires pour renforcer une avance pour le développement de notre projet à Madagascar. C'est un projet très intéressant et très convaincant, si on peut dire, parce que l'extension urbaine est nécessaire parce que l'Égypte est une capitale avec une population très, très nombreuse actuellement, jusqu'à 25 millions et plus. Il faut construire une nouvelle capitale et c'est un symbole d'une urbanisation moderne et pour un développement durable. Pour moi, donc, ce soir, c'est un très, très beau projet et qui répond donc à l'aspiration du développement urbain. النهارده وقعنا مذكره تفاهم مع جمهوريه مدغشقر عشان يبقى في تبادل معرفه، تبادل خبرات، تواجد للشركات المصريه في مدغشقر. يعني بالطريقه دي احنا هنقدر يعني نصدر الخبره بتاعتنا والتكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها في العاصمه الاداريه، ندي فرص
أكتر أو أفضل للشركات المصرية، يبقى في برضو فرص توظيف أكتر في الشركات دي، مصدر دخل العمل للنادي الأجنبي، التعاون مع الدول الأفريقية والتوجه القيادة السياسية في الأساس والتعليمات اللي صادرة للشركة إن إحنا نتوسع في التعاون مع كل الدول الأفريقية لتبادل الخبرات. فالنهاردة وقعنا مع جمهورية مدغشقر، ودي هتبقى بداية لمدة سنة مذكرة تفاهم إطارية، بعدها هيبقى في يعني في اتفاق ملزم للطرفين لتفعيل كل البنود. بعد كده كمان احنا استقبلنا السيد وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو، كان لنفس الغرض، هو كان عايز يعرف اكتر عن المشروع، عارف المشروع، عرضنا عليه شرح وافي للمشروع بتفاصيله، الطلب زيارة ميدانية نفذناها بنهاية الزيارة وبنهاية اللقاء. السيد وزير خارجية طلب توقيع مذكرة تفاهم، يعني البدء في اعداد مذكرة تفاهم وتوقيع مذكرة تفاهم. احنا عندنا خبرات مكتسبة في كل المجالات، في مجال البناء، في مجال التكنولوجيا، في مجال الاستدامة، في مجال التعليم، حتى الحي الدبلوماسي باللي اوت او التصميم بتاعه، بالخدمات اللي بتتوفر فيه، باسلوب التعامل يعني داخل الحي، يبقى في فرونت اوفيس لكل السفاره، الخدمات، كل مثلا جذب الصينيين ان هم يعملوا معنا مذكره تفاهم فقط فيما يتعلق بالحي الدبلوماسي. احنا ماضيين مع كوريا الجنوبيه، ماضيين مع الصين في اقصى الشرق، ماضيين مع زيمبابوي، ماضيين مع مدغشقر، قريبا بوركينا فاسو، بعد كده جامبيا. يعني دي حاجة تسعدنا وتشرفنا، في تناغم في العاصمة الإدارية في الهوية البصرية، ودي يمكن حاجة يمكن احنا حريصين عليها هنا في العاصمة. زي ما مثلا توصل لدولة او يعني عاصمة زي تونس، فتلاقي يعني خلاص انت عندك صورة ذهنية ان تونس الابيض والازرق دول في تونس العاصمة. احنا عملنا الايدنتيتي او الهوية البصرية، يعني دي حاجة بتشدهم. موضوع برضو اللجوء إلى أحدث التكنولوجيات اللي موجودة في العالم، الحرص على الاستدامة وعناصر الاستدامة وتوفيرها للمواطن، كل ده بيصب فيما يسمى أو نقدر نختصره بجودة الحياة. عندنا جودة الحياة في العاصمة الإدارية حاجة يعني من أفضل ما يكون على مستوى العالم. يمكن كمان برضو اللي مبهر بالنسبة للجميع المدة الزمنية اللي تنفذ فيها المشروع أو العاصمة الإدارية في مرحلتها الأولى، اللي هم 40,000 فدان. صحيح 40,000 فدان ما انتهوش، لكن إحنا خلصنا يعني حوالي 70% من المشروعات المقرر تنفيذها في المرحلة الأولى تنفذت بالفعل. فالزائرين والناس كلها لما تشوف إن إحنا بدأنا في 2017 خلاص، وإحنا في 24 دلوقتي بنتكلم على 7 سنين، خلصنا كل الكلام ده، خلصنا مرحلة بحجم العاصمة الأمريكية واشنطن بالظبط. الموضوع بالنسبة لهم مبهر، لأن والموضوع برضو معادلته سهلة على قد ما هو مبهر للناس اللي برا، احنا عشان عايشين القصة فاحنا شايفين ان معادلته سهلة جدا. معادلته إرادة سياسية، يعني قيادة عايزة تحقق أهداف لمواطنيها وقائمين على المشروع يبذلوا كل الجهد المتاح عشان ينفذوا المشروع لإيمانهم في الأساس بالمشروع. كمان كان في زيارة لوفد المنتدى الحضري العالمي للعاصمة الإدارية الجديدة، زاروا فيها الكاتدرائية والنهر الأخضر وأماكن كتير جدا هنشوفها دلوقتي مع حضرتك. The World Urban Forum, especially this one in Cairo, has just been, you know, for lack of a better, just been amazing. I mean, kudos. I really, you know, congratulate the government of Egypt, working in partnership with UN Habitat for organizing this 12th edition of the World Urban Forum. For me, I've attended previous World Urban Forums, actually helped organize some of them. But this, for me, has been the most well-organized, the most productive, the most, you know, the most productive in terms of outcomes, discussions.
so far. So really want to congratulate the government of Egypt and its partner, UN Habitat, in organizing this. Egypt is a very good example of how you can properly manage urbanization. And really, even this visit to this new city is further example of how effective the Egyptian government, you know, working with its municipalities, private sector, you know, other stakeholders, global financiers, other multilateral development banks, to really address its urbanization, its city development issues. This new city is just simply amazing. And when I learned that constructions just started in 2018, that's for what of this city started, and look at how far we've come. It's just simply amazing. So Egypt has a lot to teach, you know, other African countries, other countries of the global south, as we call them, who have major urbanization challenges. And I'm really happy to be here. I've learned a lot, and I'm hoping to take some of the knowledge I've acquired back, you know, to my constituency, which is the, you know, the directors of Shelter Africa Development Bank. تأتي المشاركة في هذا المنتدى تماشيا مع تفويض من جانب المؤسسة، وهو تفويض يتضمن تقديم الحلول في مجال الإسكان والتعمير ومواجهة تحديات التنمية في إفريقيا، وهذا يتماشى مع أهداف المنتدى الذي يشارك من خلاله مساهمين ومحترفين وممارسين آخرين كذلك داخل المدن والتنمية المفتوحة والبيئة لمناقشة موضوعات وتحديات وفرص تتعلق بإيجاد حلول لتحديات التنمية المستدامة على مستوى العالم. لذلك نحن هنا للاطلاع على مجالات التعاون والفرص المتاحة، وكيف يمكن لتلك المؤسسات الإفريقية أن تعمل مع الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين لتقديم حلول للتنمية وتحديات الإسكان عبر القارة الإفريقية. أكثر من رائع، وهو حقا بمثابة معجزة وحققتها الحكومة المصرية بامتياز، وهو ما يتماشى مع روح عموم إفريقيا، وهو سبب وجودنا هنا لفهم ما تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة والتي انبهرنا لمشاهدتها. لقد شاهدنا مجالات يمكن لدول إفريقيا أن تبني مدن جديدة مشابهة، وأن أيضا تتعلم من الخبرات المكتسبة هنا والمشاركة بالمعلومات والمعرفة، والأهم هو الاطلاع على ما تم تنفيذه بنجاح ومدى الصعوبات، لأننا جميعا كأفارقة على دراية بأن هناك تحديات في بناء المدن الجديدة. لذلك فإن مبادرة مثل هذه لفتح مدن جديدة هي هامة جدا، وهذا المكان المبهر الذي أتواجد به الآن وهذه المساحات الخضراء والشاسعة يساعد على إحداث تنوع ويدعم الاستدامة. وكما رأينا جميعا فإن إفريقيا أمامها فرصة فيما يتعلق بتنظيم نمو المدن بطريقة مستدامة، وقد رأينا ذلك عمليا هنا. وبالنسبة لنا فإن المشاركين لديهم الفرصة للمشاركة من خلال الدروس المستفادة التي تعلموها هنا، ومن ثم يستطيعون تنفيذ هذه المدن مطابقة عبر قارة إفريقيا. هم منبهرين إن كم الإنشاءات دوت تم إقامته في مدة زمنية قصيرة، وإن في مناطق سكنة بالفعل، يعني هم زاروا الR3 زاروا الR5 في الحي الحكومي شغال، فما كانوش متخيلين إن كل ده شغال. يعني الأبراج بقى يعني هم عارفين إن هي لسه يعني في مرحلة الفينيشنج وكده، وبس مبهورين برضو المشروع طلع يعني بالشكل ده. ومعلومات يعني بقول لهم برج الايكوني، فبيقولوا لي ده اطول برج في افريقيا، فهم عارفين اوريدي يعني تعريف المؤتمر. المشروع النهر الاخضر هو شريان حياه في العاصمه بطول اكتر من 10 كيلو ومساحه حوالي 1000 فدان، من بيربطنا من زايد، من مشروع منحصر بين زايد الجنوب وزايد الشمالي، المحورين الرئيسيين اللي في العاصمه، في 26 بوابه. متنوع بقى الانشطه فيه، ما بين زي ما شفنا بحيرات، ما بين ملاعب اطفال، ما بين العاب جيم، فود كورت، كل الانشطه موجوده فيه، بحيث ان الاسره ممكن تيجي تقضي يوم كامل هنا، مش محتاجه تطلع بره في اي حاجه.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. العاصمة الإدارية الجديدة هتستضيف النسخة 9 من ماراثون زايد الشهر اللي جاي. دي هتكون تاني سنة للماراثون في العاصمة الإدارية بعد طبعا النجاح الكبير اللي حصل في آخر نسخة حصلت هناك. الماراثون بيتعمل من أكتر من 20 سنة، والماراثون كمان السنة دي كان فيه لفتة جميلة جدا، إنه تم الإعلان عنه في مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال، وده لأن أطفالنا هم أهم حاجة عندنا، وكمان لأن المستشفى كانت يعني مثال كبير جدا على التعاون المصري الإماراتي من خلال الدعم اللي قدمته الإمارات للمستشفى. وطبعا لو هتكلم عن التعاون المصري الإماراتي طبعا هحتاج يعني مواسم كتير جدا من البرنامج، ولكن خلينا نكمل. المؤتمر كان فيه تفاصيل كتير جدا هنشوفها كلها دلوقتي مع حضراتكم، بس خلونا الأول نشوف الفيلم اللي تعرض داخل المؤتمر كان بيبين قد إيه العلاقات ما بين مصر والإمارات. تعالوا بينا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليك دايما وش الخير، بدأت بالماراثون الشيخ زايد، ونتيجة الماراثون إن جانا منحة من الإمارات ب$15,800,000، أكبر منحة جات لنا من بداية المستشفى لحد النهاردة، وده كان كرم من ربنا وبدعم من عائلة الشيخ زايد وأهلنا في الإمارات، وبيأكد على فكرة الصدقة الجارية والوقف الخيري اللي أسرة الشيخ زايد علمها لنا في 2007، واللي قالها ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم. وفكرة الاتجاه للوقف الخيري كان علشان ما يفضلش اعتمادنا على التبرعات كمصدر وحيد لتشغيل المستشفى، وعلشان الحكاية ما بدأتش بس من ماراثون الشيخ زايد، بدأت من بداية المستشفى في 2007 بتبرع مؤسسة الشيخ زايد الخيرية تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بجهاز البيت سي تي اللي بيشخص أطفالنا بالمجان، واللي لحد النهاردة حقق مصدر دخل لينا في المستشفى وصل ل$5,000,000، واللي فلوسه دخلت في مشروع فائض الخدمة اللي بنقدمه في المستشفى، وده اللي بيساعدنا على استمرار علاج أطفالنا بالمجان. وكمان لما تبرع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجهاز السايكلوترون، واللي لحد النهاردة برضو مش بس بيخدم المستشفى وبيعالج أطفالنا، ده كمان بيخدم مصر كلها من خلال بيع المادة المشعة للجهات الأخرى. المؤتمر كان فيه حضور مصري وإماراتي قوي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم في كلمات الضيوف، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. أنا برحب بكل الضيوف الكرام اللي موجودين معنا. عائلة زايد يعني وأسرة زايد لها فضل كبير جدا على هذه المستشفى. إذا كانت المستشفى ديت قائمة على التبرعات وعلى التطوع من الشعب المصري ومن الشعوب العربية، إلا أن أسرة زايد الحقيقة أسرة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه الحقيقة لها فضل كبير جدا. هذا الماراثون إن شاء الله ماراثون رقم 9، والماراثون الثاني في 57-357 إن شاء الله سوف يساهم ليس فقط في استكمال كل ما يتطلبه جهاز البروتون ثيرابي اللي زي ما أشير بيتكلف حوالي $26,000,000، ويمكن الماراثون الأولاني جاب لنا منهم في حدود $16,000,000. فأتمنى إن شاء الله أن احنا بين هذا الماراثون نستكمل ده، مش نستكمله بس ويبقى في حاجات أخرى كثيرة تيجي نتيجة لهذا الماراثون الكبير. تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري في السلايد اللي جاية، طبعا تاريخ يوم 27 ديسمبر 2024، وهيكون هيقام في العاصمة الإدارية للمرة الثانية على التوالي. السنة دي بالاتفاق طبعا مع دكتور أشرف صبحي بنحاول ان احنا نطور من السباق طبعا كل سنة، وجات الفكرة من دكتور أشرف ان البداية ممكن تبقى وقت العصر، بحيث ان احنا نتفادى الشبوره ونتفادى بعض المشاكل اللي ممكن تقابلنا في البدايه المبكره جدا. بعض المتسابقين بيجوا من محافظات بعيده ومن اماكن كتير جدا، فالحقيقه التوجيه ده انا شايف ان هو فكره قويه جدا، ان احنا البدايه تكون الساعه 3 العصر في وقت يكون الشمس فيه هاديه والحراره كويسه جدا، ويبقى يعتبر زي سانسيت ران
مع نهاية السماء الساعة 5 مساء، وحفل تكريم وسط أضواء العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني بالإضاءة بتاعته المميزة. بتهيألي هيكون نسخة مميزة جدا جدا لماراثون زايد. نستشير فخامة السيد الرئيس التي وجه بها وتلتزم بها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرية، تهدف في الأساس إلى تنمية وتطوير الإنسان المصري قبل تنمية وتطوير العاصمة كمدينة حديثة خضراء مستدامة. سعداء باستضافة سباق زايد الخالي المرة الثانية على التوالي في العاصمة الإدارية الجديدة، اللي أنا دايما بقول عليها حلم متحقق، لأنها كانت من 6 سنين صحراء. الحمد لله النهاردة الحكومة بتاعنا. إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على دعم كل البرامج الخيرية والإنسانية ونشر الخير والسلام في كل مكان، تجسيدا لقيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش المشترك. إن العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الحبيبة وما يربط الشعبين من رابط تاريخية ومشاعر محبة كفيلة بأن تضمن النجاح لأي حدث، لأن كل المشاركين فيه يقومون بأدوارهم بدافع المحبة لاسم البلدين الشقيقين. ونحن نتحدث عن سباق زايد الخير في مصر، نتحدث عن مسيرة نجاح على مدار 8 دورات شهدت إقامة الحدث الكبير منذ عام 2014 حتى اليوم. نحن نعلم أيضا تقدير كل المصريين لهذا السباق الخيري الكبير، ونثق في استمرار هذا النجاح في النسخة 9 هذا العام ليحقق السباق أهدافه الخيرية والإنسانية، ويسهم في رسم البسمة على شفاه المرضى وتخفيف الآلام وتسهيل العلاج للمحتاجين. الخير انتم تعرفون الله يكون الشيخ زايد. زايد اسس جسور بين الامارات والعالم. ماراثون زايد ماراثون الخير. ماراثون زايد هي علاقة تعبر عن مدى المحبة والصداقة الكبيرة جدا ما بين الدولتين والشعبين، وأيضا هذه العلاقة الكبيرة الخاصة جدا ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد اللي بيعبر عنها الماراثون. الماراثون كمان حتى لو هو ظاهره الصحة والجري والماراثون، لكن باطنه الكثير وهو الخير، ودايما بيكون في العائد مباشرة من إدارة الماراثون إلى الجهة المستفيدة. الماراثون كمان الحقيقة بدأنا يمكن الجوائز ب 2 مليون جنيه وتدرج، وكل سنة بنلاقي يعني معالي الفريق يقول لا ضعفه بقت 4 مليون، وبعدين يقول لا ضعفه بقت 10 مليون، والسنة دي الحقيقة يعني احنا اتفاجئنا بهذا الرقم، ان يكون حجم جوائز المشتركين 20 مليون جنيه، يعني ماراثون جوائزه 20 مليون جنيه. زي ما شفنا مع حضراتكم، ده كان جزء من المؤتمر الصحفي الخاص بماراثون زايد الخيري اللي هيتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة الشهر اللي جاي. دلوقتي هسيبكم مع لقاءات حصرية مع ضيوف المؤتمر، هنعرف منها كل تفاصيل الماراثون ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
شفنا المؤتمر الصحفي والإعلان عن الماراثون السنة دي، حبينا نحن نتكلم النهاردة مع معالي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكمان نتكلم مع الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك معالي الوزير. أهلا مرحبا. يعني إحنا شفنا المؤتمر الصحفي بالكامل، والحقيقة كان فيه تصريحات مهمة جدا وحاجات عظيمة جدا ما بين الدولتين. لو حضرتك تكلمنا عن المؤتمر الصحفي وعن اللي حصل، ونفهم الناس إيه الهدف كمان من تواجدنا النهاردة في مستشفى 57-357. حقيقة أنا سعيد جدا، لأن أول جري بالخير اللي هو جري زايد الخير انطلق من المستشفى هذا قبل 10 سنوات، صحيح. وها نحن مرة ثانية جايين. كما تعلمين أنت أن زايد الله يغفر له شيد جسور بيننا وبين العالم، وهذا الجسر طبعا احنا نتابعه ويتابعونه اللي من بعد زايد، واحنا فخورين اليوم ان احنا التقينا بالاخ الصديق الوزير، ان هو بالحقيقة هو اللي ماخذ المسؤولية من اول سنة معانا، صحيح. ووقف معانا وقفة لحد الان. نحن حصلنا فرصة، زرنا 8 ولايات في محافظات، وكان فعلا يعني أنا تفاجأت بالخير في شعب المصري، أن كل محافظة فيها مستشفى أو مستشفيين أو 3 لأعمال الخير، وهذا تحصلينه قليل، وأتمنى لهم الرقي وأتمنى لهم الأمان، والله يحفظ لنا الإمارات ويحفظ لنا مصر. أمين يا رب العالمين. طيب خليني أتكلم مع معالي الوزير. معالي الوزير، السنة اللي فاتت كان الماراثون خطير وحقق نجاح كبير جدا نسخته السنة اللي فاتت، حضرتك شايف إيه اللي هيكون موجود جديد وإيه اللي الوزارة هتقدمه كمان وهتهتم بيه في النسخة دي؟ أولا أنا بشكر على المستوى الشخصي سيادة الفريق الركن محمد هلال الكعبي الحقيقة رئيس اللجنة العليا المنظمة، الحقيقة الاهتمامه كبير جدا بماراثون زايد، وجود ماراثون زايد أبو ظبي نيويورك القاهرة كل سنة اهتمام سيادته الحقيقة وثقته في هذا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويقول ماراثون مصر لازم يكون أحسن وأحسن وأحسن الحقيقة. كمان اهتمام ورعاية سمو الشيخ محمد بن زايد بهذا الماراثون، وهو فاوندر للماراثون، الحقيقة اهتمام كبير جدا ومتابعة بشكل كبير جدا، اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته لهذا الماراثون، دي كلها عوامل النجاح لماراثون كبير زايد الخيري. احنا السنة دي الحقيقة احتفال او النسخة 9 لكن 10 سنوات في العلاقة لإيجاد ماراثون زايد الخيري في القاهرة، كل سنة وكل ماراثون الحقيقة بنقول لازم يكون أفضل وأحسن، وبيكون أفضل وأحسن بيكون في بركة خاصة كده، لأن تعدد المستشفيات، يمكن مرينا على معظم مستشفيات مصر الخيرية، تنوع الحروق، الكبد، المستشفيات الجامعية، مستشفى 57 أول نسخة والنسخة المرة ديت، لكن أنا بشكر على المستوى الشخصي سيادة الفريق لأنه ضاعف الجائزة، علشان كمان عدد المشاركين السنة دي 20 مليون جنيه حجم الجوائز، السنة اللي فاتت ضاعفها من 4 مليون ل 10 مليون، السنة دي 20 مليون وكمان مضاعفة العمرة إلى 400 عمرة 200 عمرة مزدوجة المعتمر والرفيق، إذن 400 عمرة ده يعني حجم الخير، زائد طبعا التبرعات اللي بتكون موجود من البرنامج من أبو ظبي على طول مباشرة إلى الجهة دي، يعني ما حدش بيتدخل فيها، بتيجي للجهة مباشرة، يعني ده عايز أقول زايد الخير، ماراثون الخير، سيادة الفريق الخير، صحيح. تسلام. صحيح. تسلام. كل الخير. أنا الحقيقة مرتاح نفسيا، لأن إحنا عندنا مؤسسات في الإمارات وعلى رأسهم الهلال الأحمر برئاسة سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد، وهو متبرع ل 200 عمرة مزدوجة،
الشيء الثاني عندنا مؤسسة زايد ومؤسسة خليفة وفزعة، وعندنا عدة جمعيات إماراتية وتجار إماراتيين هم يساهمون معانا وللخير. هذا رأيك إيه في النسخة السنة اللي فاتت؟ شوفي دائما في 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 مصر إلى الماراثون إلى نكهة خاصة في قلوبنا إحنا. يجونا طبعا الوزير يقول والله المكان ما يسع إلا 60,000، أنا أتفاجأ يجوني 100,000. صحيح. وهذه هي المميزة اللي في مصر الحبيبة. متوقع معالي الوزير يحضر قد إيه؟ إحنا دايما بيبقى الرقم بيجي أكتر، لكن متوقعين يجي 100,000. سيما إن كان النسخ اللي فاتت كان بيجي من بره مصر كتير، بصفة خاصة المتسابقين في أفريقيا بيجي يحضروا وهم محترفين. سيادة الفريق قال لا، احنا السنة دي هنخلي المحترفين لوحديهم والقطاع الآخر كله لوحده عشان يتسابق بشكل متساوي، وكمان احنا بنبرز يعني كل مرة محافظة أو شكل حاجة لمصر. السنة دي مع العاصمة الإدارية عاصمة مصر الجديدة هيكون في شكل يعني مختلف إن شاء الله. كان إيه الهدف إن السنة دي في العاصمة الإدارية والسنة اللي فاتت كمان كان في العاصمة الإدارية يا فندم؟ تستحق العاصمة الإدارية الكثير، لأن عاصمة المستقبل. مع سيادة الفريق ودعم دولة الإمارات وسمو الشيخ محمد، الحدث يمكن القليل اللي بيتفتح فيه هوا قبلها بيوم وبيتفتح فيه من الفجر لغاية الماراثون 6 ساعات هوا، بيكون قنوات كلها مفتوحة للعالم كله، زائد طبعا المتحدة وقلنا اللي بنشكركم يعني بتكون يعني بالتوازي. فحجم الزخم الإعلامي لرؤية ناس كتيرة جدا عبر الفضائيات بتشوف العاصمة الإدارية الجديدة، وبتشوف اهتمام الدولتين، محبة يعني فخامة الرئيس وشقيقه شيخ محمد بن زايد، شعب للشعب. الحقيقة دي كلها حاجات احنا بنقولها ليس ماراثون، كمان ولادنا اللي بيتعالجوا في المستشفيات ديت. يعني احنا قد ايه شفنا ولادنا في مستشفى الحروق او في مستشفى الناس او في المستشفى الجامعي الازهر وعين شمس او في المستشفى هنا، قد ايه بيبقى فيه ولاء وانطباع جيد جدا ان ماراثون زايد معاهم مع المستشفى حالة كبيرة جدا بالتبع. انا عايزة انوه وانا موجودة مع حضرتك ان احنا قدام مبنى جديد داخل المستشفى، يعني ان شاء الله نشوفه خلصان بالكامل قريب. يعني رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ والمبنى عليه كمان صورة سمو الشيخ. صحيح صحيح حضرتك. هذا طبعا في هذا جزء، واليد البيضاء اللي ام الامارات الشيخة فاطمة الله يحفظها هي ساهمت بمساهمة سخية للمستشفى هذا. صحيح. وشو تقولين، هذه أم الإمارات، أم كلها، وإن شاء الله الله يطول في عمرها ويجزيها خير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا، متشكرين جدا. مشكورين. بكمل مع حضراتكم بعد الإعلان عن ماراثون زايد السنة دي والمؤتمر الصحفي، حبيت أن أنا أكمل كلامي وأتكلم دلوقتي مع الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس أمناء مستشفى 57-357. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين. أولا ألف مبروك على الحدث، وإن شاء الله يعني الماراثون يبقى حاجة عظيمة جدا. ولكن حابة أسأل حضرتك النهاردة، مستشفى 57-357 بتستقبل حدث مهم زي ده، حضرتك كلمنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالقطع زي ما حضرتك أشرتي، هذا حدث هام جدا، والحدث مهم لعدة أسباب. نمرة واحد أن مؤسسة خيرية، مؤسسة الشيخ زايد يعني خيرية، بتعمل مثل هذا الماراثون مع مستشفى 57-357 في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وديت يعني إشارة جميلة جدا لعلاقات طيبة ومتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين جمهورية مصر العربية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هذا المشروع بالنسبة لمستشفى 57 أمر هام جدا. مستشفى 57-357 زي ما حضرتك عارفة قائمة على التبرعات، وهذا الصرح الطبي البحثي التعليمي والتدريبي المتميز هي قائم على تبرعات الشعب والمجتمع المصري والمجتمع العربي، ويمكن من أكبر المتبرعين
لهذه المستشفى هي عائلة زايد بالإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة. الماراثون دوت بيتعمل عندنا لتاني مرة النهاردة. هذا الماراثون بيجري في 57، يمكن أول ماراثون اتعمل بمؤسسة الشيخ زايد كان في 57 منذ 10 سنوات، فاحنا النهاردة بنعمل بعد 10 سنوات الماراثون التاسع. كل ده بيكون عائد مهم وعظيم وكبير جدا على المستشفى. حضرتك يعني نوهت بالكلام ده دلوقتي، زي ما حضرتك شايفة المبنى اللي هناك دوت مركز 57 لعلاج البروتوني. هذا المركز يمكن الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، ليس له مثيل. الجهاز اللي موجود جوه دوت مفيش منه على مستوى العالم أكتر من 80 جهاز، وهو الأول في منطقة العربية منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي شفت قيمة هذا جهاز بيتكلف أكتر من 25 مليون دولار. ده ناتج من الماراثون الأولاني. احنا بنتمنى هذا الماراثون إن شاء الله بيساعد في استكمال هذا الصرح المتميز، وبيضيف أمور أخرى لإن شاء الله المستشفى. حابة يعني أستغل تواجد حضرتك وتحكي لنا تفاصيل أكتر عن المبنى الجديد، هيكون فيه دخله إيه يا فندم، وهيبدأ هيخلص التنفيذ منه إمتى؟ شوفي حياتك، المبنى دوت لأن طبعا يعني إحنا كان لينا تطلع أنه ينتهي يعني منذ فترة، ولكن حياتك شفت الظروف الاقتصادية اللي حصلت على مستوى العالم وليس على مستوى مصر بس، ودي أثرت شوية. لكن بالتالي احنا بدأنا بان احنا مركز بروتون ان شاء الله اللي هو اللي شفنا النهاردة بنعمل الماراثون اللي صالحه بإذن الله، ثم بقيت بقى المبنى ان شاء الله بننقل فيه بإذن الله كل ما يتعلق بالأشعة، كل ما يتعلق بالعلاج الجديد الخاص بالعلاج المناعي، وهذا غير موجود لغاية دلوقتي في الدولة هنا. هو مركز البحث العلمي أو السنتر بتاع البحث العلمي اللي تابع المستشفى 57 هينتقل إلى هذا المكان، والأماكن بتاعة الأشعاعات والبحث العلمي اللي موجودة في المبنى هنفتحها أكتر لزيادة عدد الأطفال اللي بيتعالجوا عندنا. احنا كان عندنا النهاردة 300 سرير في المستشفى، نتمنى ان شاء الله بعد ما نفضي جزء من الخدمات ديت لهذا المبنى ان احنا نتوسع في عدد اكتر، وبالتالي نقدر نخدم سرير اكتر ونقدر نخدم اطفال اكتر. دكتور بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق والف مبروك مره تانية، وان شاء الله الماراثون يكون حاجه عظيمه جدا ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكي، وشكرا جدا جدا لكل الساده المشاهدين. ماراثون زايد الخيري يعني كان آخر حاجة موجودة معانا النهاردة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من تعمير.